ما سبب قبول البدع مع أن الشرع والفطرة تردها؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الحق مزج بالباطل، فصور الباطل كأنه حق، فانطلى هذا المزج على كثير من الناس، والبدع كلها شر، ولكونها شر فإن الفطرة تردها. إذ لو سلم الإنسان من تغير المجتمع الذي يعيش فيه وكان في مجتمع خال من البدع فإن فطرته ترد هذه البدع. كيف إذا جاء الشرع وبين ووضح فيكون هذا التبيين تقوية لما جاءت به الفطرة؟ ولذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.